طيب انت وانت صغير وبتلعب، مين اللي شافك وانت بتلعب في الشارع وقال ان اللعيب ده لازم هيبقى لعيب عالي جدا ولعيب هيروح نادي كبير قوي وممكن يبقى في اللي شاف فيك انك ممكن تبقى لعيب كوره كويس؟ بص يا كابتن منصور، كان في قصر عابدين، كان في جوه مركز شباب عاملينه مركز شباب عابدين، ما موجود لحد دلوقتي ما اعرفش عارف لا بصراحة. موجود موجود. فكنا جوم فرقه كده، كنت في فرقه انا وكان زميل لي اسمه مجدي سالم. مجدي سالم كان بيلعب معاك في نادي الزمالك؟ مجدي ده حبيبنا. ده ساكن جنبي واحنا مع بعض على طول في فكنا عاملين فرقه كده، ففي ناس طلبوا يلعبونا، فتنازلوا يلعبونا في مركز شباب عابدين. فروحنا لعبنا ماتش، وكان الكابتن شيف الفار الله يرحمه كان هو بقى اللي ماسك المركز، هو المسؤول عن كان بطل كوره بقى هو. كان بطل كوره. واتابيه قاعد بيتفرج علينا، احنا مش عارف ما نعرفوش. انتوا رايحين عشان تلعبوا كوره؟ احنا بنلعب. فبعد ما خلصنا كده راح جاي جنبينا كده، وكانت الناس بدات يعني تيجوا تلعبوا، انت اسمك ايه يا ابني؟ قلت له اسمه كذا. المهم عرفنا وبتاع، طب تيجوا تلعبوا في نادي الزمالك؟ فبصيت لمجدي كده، احنا صغيرين 8 سنين 7 سنين 8 سنين. انا فرحت. ايه نادي الزمالك؟ نلعب نادي الزمالك. بس انت ما جاوبتش عليا في السؤال، انت كنت اهلاوي ولا زملكاوي؟ من صغرك بامانه. كنت بتفرج على الكوره يعني مثلا، مش لا كنتش لا لا كنت لا كده ولا كده لسه. يعني انا عايز بلعب كوره للكوره، ما كانش انت عارف كانت الماتشات مش زي دلوقتي بتتزعوا، كان ماتش واحد في الاسبوع بالظبط يعني. يعني وفين وفين ماتشين الاهلي والزمالك. بس انا اسمع بقى، يعني انا اسمع ان طبعا في الاهلي، وبدات اوعى على ان في اهلي وزمالك، ويعني بدات طبعا. انما كان في كل شغلك انك عاوز تبقى لعيب كوره. انا عايز العب كوره. لما قال لك تعالى بقى نروح نادي الزمالك، انت خدت الخبر ازاي؟ والله هو الخبر يعني كان يعني مفاجاه، ان احنا نروح نلعب نادي الزمالك. نادي الزمالك ده بعيد قوي يا جماعه كده يعني. فقال لنا، قلنا له نيجي امتى؟ قال يوم الجمعه الساعه 8 الصبح. الجمعه 8 الصبح. يمكن الكلام ده كان الجمعه اللي قبليها كان السبت حاجه، يعني كان في فرق يجي اسبوع. والله مش عايز اقول لك، يمكن قعدنا الاسبوع دوت ما نمتش بنحلم فعلا. أيوة. ان احنا نروح نادي الزمالك، وفعلا خدنا بقى الحاجه بقى، لبسنا وظبطنا الدنيا، والحاجه بقى كوت الحاجه بتاعتنا، ومنها كوت لي حاجه تحت المرتبه كده زمان. الحاجه كانت اهلاويه. هي بقت زملكاويه. بقت انما كانت اهلاويه. طلع اللي جواك، طلع. ربنا يرحمهم. الله يرحمهم. تحط لي حاجات بقى، ما فيش بقى. والوالد كان عارف انت رايح نادي الزمالك؟ لا هو ما كانش، كان لسه ما يعني مش منهك هو في شغله بقى. طبعا واسره كبيره. الله يكرمك. فمش مركز قوي في طبعا طبعا. المهم يعني فروحنا خدنا بعضنا ورحنا، بس احنا مش هنعرف نروح. فقلت لاخويا تعالى ودينا، يعني كبير اكبر مني ان شاء الله. كان في مسرح البالون القديم نادي الزمالك؟ لا كانوا نقلوا بقى. كان اول في 100 عقبه بقى. كان 60 61 كان الكلام ده. 60 61 كانوا بنقلوا هناك. ايوه. بس فخدنا ودانا، يعني انا فاكر ان كانت المنطقه دي كانت هو كنا عشان يعني ممكن توصلات مواصلات لغايه البالون، بس بعد كده خد بقى من عند البالون لغايه النادي جوه ماشي، ما انت ماشي في غطان كمان كنت. المهم يعني وصلنا ودخلنا نادي الزمالك والملعب القديم بقى طبعا اللي هو اتهد. حلم بتاع حلم زمورة. حلم بالنسبه لك. بقيت كده واقف كده فيعني كان فعلا حاجه جميله جدا. مين اول واحد قابلك في نادي الزمالك اول ما رحت؟ ما هو كان الكابتن شريف. كابتن شريف. اول ما قابلكوا قال لكم ايه بقى وعملت ايه؟ خدنا كده ولمينا، قال لنا انتوا دلوقتي في نادي الزمالك، وانتوا انا شايف ان احنا ان انتوا لعيبه يعني المجموعه كلها، ان كان في مجموعه كبيره مش احنا بس. مين من النجوم اللي كانت لعبت كانت معاكم في الوقت ده؟ مش فاكر انت حد منهم. لا يعني لا ممكن هفتكر لك دلوقتي. يعني كان في مثلا مين محمود، يعني مش متذكر قوي. مصطفى عشان مش عايز بس ايه. طيب عشان ما ننساش حد. مش متذكر يعني. أول ما ممكن وانا بتكلم معاك ممكن ان شاء الله. اول ما تتذكر خد لك اربع ايام كده ولا حاجه.
فقعد يتكلم معانا وكذا والحكايه والنادي والتمرين وكذا، وانتوا هتبقوا ان شاء الله مستقبل، بس تركزوا وتتمرنوا وبس. وبدانا كده مدرسه الكوره يا كابتن. ده كان مدرسه الكوره. انا فاكر بقى اللي اول واحد قابلني مع كابتن شريف كان مختار فوزي، كان واحد اسمه الله يرحمه كابتن مختار فوزي، ده اللي جاب جولين في كاس العالم 34. لا مختار فوزي غير عبد الرحمن فوزي. ايوه مختار فوزي ده كان راجل ما شاء الله، كان ده اللي قابلك. ده قابلنا كان وكان هو المسؤول عن الناشئين في القطاعات في الكوره يعني في النادي زمان، كان مع الكابتن شريف. وبدات بقى الحكايه بتاعتنا والمشوار بدا من اللحظه دي. طبعا اول ما دخلت نادي الزمالك امتى قالوا لك انت هتتأيد في الاشبال وهيطلع لك كارنيه وهتبقى لاعب في الناشئين؟ بص يا كابتن مصطفى، انا قعدت حوالي نتمرن في مدرسه الكوره ونتعلم الكوره او تعلم مبادئ الاساسيه بتاعت الكوره، قعدنا حوالي سبع سنين يعني من 8 سنين لغايه 14 سنه. هل الكره الشراب ما ساعدتك في انك تبقى عندك المهاره والكلام ده؟ بطلت العب في الشارع خلاص بقى. خلاص ما صدقت بقى حطيتك في بطلت العب في الشارع خالص يعني. كويس. كنا بنقول يا كابتن بالنسبه لما بدات بقى سبع سنين تعلمت اصول الكوره. قعدنا يا كابتن سبع سنين او ست سنين نعرف يعني ايه تباصي بطن القدم والخارجي والداخلي، خدت الاساسيات بقى دي كلها. آه. من سن 14 سنه كانت اول بطوله تلعبها. اللي بيحصل دلوقتي غلط على فكره طبعا كابتن. ما هنتكلم فيه هنتكلم فيه. فاول بطوله لعبناها كانت 14 سنه. دي اللي طلع لي فيها كارنيه وبقيت مقيد في نادي الزمالك. قبل كده مقيد بس ما فيش كارنيه، يعني كارنيه اخش بيه واروح بيه وكده يعني. نعم. انما كارنيه لعب وكده خلاص انت بقيت على قوه نادي الزمالك. بقيت كان طيب. 14 سنه 14 أول سنه اول بطوله سنه لعبناها 14 تحت 14 فاكر سنة. اول مباراه لعبتها مع نادي ايه وانت تحت 14 سنه؟ كان اسكو. اسكو. مين إسكو. مين طب من اللعيبه اللي كانت بتلعب معاك في الماتش دوت من نادي الزمالك وكمل بعدين؟ مش فاكر. حمدي نوح ممكن اللي بيلعب في اسكو. وابو رحاب والناس دي. المجموعه دي. وكان الكابتن مختار بس يمكن بعدين. لا مختار جه بعدين شويه. لا انا بتكلم على لعيبه نادي الزمالك. انت قلت لي مجدي سالم كان معاك. بعد كده بقى دخل علينا فاروق، دخل علينا غانم سلطان، دخل علينا. يعني انت اقدم من فاروق؟ طبعا. انت الكابتن عليها؟ انا كابتنه. سامع ستيفان؟ ستيفان انت مسميه ستيفان روستي بقى. ستيفان روستي مسميه يولع الدنيا وعامل كده في الناحيه الثانيه. يعني انت كابتن على الكابتن فاروق؟ انا هو جه بعدينا، جه بعديه يعني. وغانم كان كمان موجود معانا، كان في محمود الاتريبي واحمد الاتريبي وكان في مجموعه من اللعيبه هفتكر لك برضه الاسامي دلوقتي.